العجلوني يلعبها عند العطار، انطلاقة العطار في الجهة اليمنى، والعكش يطلب الكرة، هذا الخطير، هذا الخطير، جول للصريح، الصريح الصريح عنده العكش، ومحمد العكش يفتتح التسجيل عند الدقيقة الثالثة، الهدف الخامس لهذا اللاعب، هداف الدوري، 5 أهداف برصيده. أين كان هذا اللاعب محمد العكش؟ وانطلاقه ولا أروع، السرعة موجودة عند هذا اللاعب كالبرق، ينطلق ويحرز أول الأهداف. تكلمنا عن هذا اللاعب قبل قليل وكأنه يسمعنا، ويحرز أول الأهداف، هدف مقابل لا شيء، هدف ولا أروع، يا سلام. ماذا سيفعل الجزيرة؟ ردة الفعل الجزروية كانت موجودة وحاضرة في الشوط الأول، وهنا خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، مجدي العطار يحرز ثاني الأهداف، والحارس نور عطية، أين طار؟ أين طار نور عطية؟ مجدي العطار يحرز ثاني الأهداف، ما الذي حصل عند الحارس نور؟ ترك المرمى، يعني غريبة، غريبة الكرة الأخيرة، تسديدة من اللاعب مجدي العطار، ونور نور بني عطية ارتكب الخطأ الفادح. ما الذي حصل هنا؟ الكرة تعود عند العثامنة، العثامني يلعبها في الأمام ولكن مقطوعة، تعود الآن عند الصريح، الصريح هنا دودان وأوليفيرا باتجاه العكش الخطير، الخطير، كيف تتركه وحيدا؟ كيف تتركه وحيدا؟ ماذا تنتظر منه؟ لا تنتظر إلا الأهداف، هدف ثالث للصريح، الصريح يبدع، الصريح يمتع، الصريح يحرز الثلاثية الآن على الجزيرة. ما هذا الأداء يا عكش؟ أين كان هذا المهاجم الخطير؟ الآن برصيده 6 أهداف، يحلق وحيدا في صدارة الهدافين اللاعب محمد العكش. كيف يتركون وكيف يفعلون ذلك؟ كيف وكيف وكيف؟ ولكن الجواب واحد، وهو المهاجم الخطير محمد العكش. ما هذا الأداء؟ وهنا التمريرة الساحرة من الدبابة أوليفيرا باتجاه محمد العكش. تعود الكرة ملعوبة خاطئة، تعود عند العطار، هجمة جزروية، هجمة جزروية، محاولة وتسديده،